مستشار السلطان. كان في قديم الزمان سلطان فائق الجمال، عظيم الثروة، سخي في الكرم، وكان كثير الإعجاب بنفسه ويظن أنه لا مثيل له، وكان له وزير يحسن له الأمور ويزينها. وفي صباح كل يوم يصيح السلطان: أيها الوزير، من أغنى مني؟ ومن أجمل وأكرم مني؟ فيجيب الوزير: ليس في الدنيا أكثر منك مالا، وجمالك وكرمك مشهوران بين الناس، وبهما يضرب المثل. وفي يوم من الأيام لم يكن الوزير رائق البال، فسأله السلطان الأسئلة المعتادة، فأجابه الوزير: نعم يا سيدي، هناك من هو أغنى وأجمل وأكرم منك. فغضب السلطان من وزيره وصاح به: هل أصابك الجنون؟ فأجاب الوزير: إنني كامل العقل أيها السلطان، وإلا لما جعلتني وزيرك المقرب وأنيسك المحبب. وازداد ثقة الوزير بنفسه، فأضاف قائلا: لقد طلبت مني قبل أن تصبح سلطانا أن أنصحك وأبين لك العيوب والأخطاء، ولكنك قربت منك الطماعين والمغرورين وبطانة السوء، والخاسر في نهاية الأمر يا سيدي هو أنت والناس الذين تحكمهم. لقد أصابك العجب والغرور كثيرا. اشتد غضب السلطان فقال: والله لولا خدمتك الطويلة لنا لفعلت بك ما لا يخطر ببال أحد. الآن فقط تقول هذا الكلام، أين كانت حكمتك ورأيك وصراحتك من قبل؟ على كل حال، إن لم تحضر لي من هو أغنى وأجمل وأكرم مني قطعت رأسك. تنبه الوزير إلى خطئه وأدرك أنه أخفى الحقيقة عندما لم يخلص في نصيحة السلطان من بداية الأمر، ورجع إلى بيته والهم والحزن يبدوان عليه. فسألته ابنته: ما الخبر يا والدي؟ فأخبرها بما جرى بينه وبين السلطان وتهديده له. وحين سمعت الابنة حكاية والدها مع السلطان قالت له: لا تقلق يا أبي، سيتم الأمر على أحسن حال. في صباح الغد إن سألك السلطان عمن هو أغنى وأجمل وأكرم منه فقل له إنه في البلدة المجاورة. استبشر الوزير خيرا بالفكرة، وقال للسلطان في اليوم التالي: أنا عند وعدي لك يا سيدي. وطلب منه أن يرافقه إلى البلدة المجاورة. تنكر السلطان ووزيره في أزياء شعبية بسيطة وذهبا إلى البلدة المجاورة، فوصلا إليها بعد يومين. وفي سوقها شاهدا جزارا يقطع اللحم بسكاكين من الذهب على طاولة من الفضة، ويزن اللحم بميزان الذهب ويعطي الناس دون أن يأخذ منهم شيئا من الدراهم. التفت الوزير إلى السلطان فرأى علامات الدهشة والاستغراب بادية عليه، وعندئذ قال الوزير للسلطان: ألا ترى غنى الجزار وجماله وكرمه؟ فقال السلطان: ما تقوله صحيح، ولكن علينا أن نجربه. اذهب إليه واسأله شيئا من اللحم. وعندما أحضر الوزير ما طلبه السلطان أمره بأن يرجع إليه ويبدل قطعة اللحم بقطعة أخرى، فامتثل الوزير للأمر. وكان كلما أحضر قطعة طلب منه السلطان أن يغيرها، وكان الجزار
يلبي طلبهما دون تذمر او شكوى. قال السلطان للوزير: اذهب الى الجزار وقل له نحن غريبان وليس لنا من يطبخ هذا اللحم، والمطلوب ان تأمر بطبخه في بيتك ونتعشى عندك الليلة. فانزعج الوزير لهذا الطلب وتضايق منه، ولكنه قرر ان يطيع السلطان. ذهب الوزير الى الجزار وطلب منه ما امره به السلطان، فقال الجزار: هذا من اسعد ايامي. ثم اغلق دكانه وسار معهما الى البيت. وفي الطريق طلب السلطان من الجزار المزيد من اطايب اللحوم، فقال الجزار: حاضر على الرأس والعين. ورجع الى دكانه واختار من اللحوم اجود ما بقي منها. وحين دخلا البيت وجلسا في الجناح المخصص للضيوف، شهدا المقاعد المزخرفة بالصدف الثمين والمرايا ذات الاطار الذهبي وستائر المخمل والتحف النفيسة. وبعد حين دخلت ابنة الجزار لتدعوهما الى تناول الطعام، فسحرت السلطان بجمالها. طلب السلطان من الوزير ان يخطبها له من والدها، فتذمر الوزير ولكنه انصاع لطلب السلطان، فقال للجزار: انت صاحب خير وفضل، وهذا صاحبي قد بالغ في الطلب ويريد ان يخطب بنت الحسب والنسب، فما رأيك؟ فما كان من الجزار الا ان وافق على الفور. شاع خبر زواج الرجل الغريب من ابنة الجزار، واندهش كثير من شباب المدينة الذين كانوا يطمعون بالزواج منها، فقرروا حضور حفل الزفاف لمعرفة صاحب الحظ السعيد الذي فاز بأجمل الفتيات. فعرفه أحد الحضور، وكان قد ذهب إليه في العام الماضي في بعض شأنه، فأخبر صديقه بذلك. سمع الوزير حديث الشابين فطلب إليهما ألا يخبرا أحدا بذلك. وبعد 3 أيام قرر السلطان العودة بعروسه إلى بلدته، وهناك استقبلته حاشيته وخدمه وأقاموا له عرسا جديدا كان فيه الوزير أكثر الناس فرحا. ولما انتهى الاحتفال بزفاف السلطان، طلب من وزيره أن يحضر إليه، فذهب وهو يفكر في مصيره. وحين وصل طمأنه السلطان وقال له: أريد أن تخبرني عن معرفتك بمن هو أغنى وأجمل وأكرم مني. فأجابه الوزير: إنها ابنتي. فقال السلطان: لقد نجوت بنفسك من الموت، أما ابنتك فقد قررت أن تكون وصيفة لزوجتي. طماع. طماع. كريم. كريم. جميل. جميل. غني. غني. مغرور. مغرور. مهموم. مهموم. حزين. حزين. يهدد. يهدد. جزار. جزار. ميزان. ميزان. مزخرفة. مزخرفة. صدف. صدف. تحف. تحف. ستائر. ستائر. مرايا. مرايا. زفاف. زفاف. حاشية.
وصيفة.